الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد المستشار المالي في رئاسة الوزراء مظهر محمد صالح أن العراق بات أمام مفترق طرق كبير بشأن محاولة التغلب على مصادر تمويله الرئيسية لاقتصاده. وقال صالح إن القوى العاملة التي يشغلها القطاعان الزراعي والصناعي التحويلي تأخذ قرابة 37% من القوى العاملة العراقية البالغة حاليا نحو 10 ملايين نسمة، بينهم مليونان ونصف المليون عامل عاطل عن العمل. وأوضح صالح أن مساهمة القطاعين الزراعي والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لا تتجاوز 14%، ما يعني أن 86% من النشاطات ترتبط بقطاع الخدمات، وهي خدمات أغلبها ضعيفة الصلة بالنشاطات المنتجة الحقيقية، لا سيما القطاعين الأساسيين الزراعي والتحويلي. كشف قائم مقام قضاء الفجر شمال محافظة ذي قار مهدي المرشدي عن توقف مشاريع المنافع الاجتماعية منذ عدة سنوات. وقال المرشدي إن المنافع الاجتماعية مجمدة منذ عام 2016، رغم أن قضاء الفجر في المحافظة لديه حصة من المنافع تصل إلى أكثر من مليوني دولار. وأضاف المرشدي أن رؤساء الوحدات الإدارية عقدوا اجتماعا مع شركة نفط ذي قار، لكن من دون الوصول إلى أي نتيجة، مشيرا إلى أن قضاء الفجر تضرر من الحقل النفطي من ناحية التلوث البيئي، وفي المقابل لا يوجد انعكاس خدمي للشركة على القضاء. كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي أن الضريبة المستقطعة من شركات الهاتف النقال لا تتجاوز 1% مما عليها من استحقاقات مالية. وقال حسين العقابي إنه بحساب إجمالي الحد الأدنى من إيرادات المتحققة، فإن مجموع الإيرادات المتحققة سنويا يبلغ 6 تريليون دينار. وأشار إلى أنه بمراجعة معادلة الربح المقسم بين الدولة وتلك الشركات التي تمنح للدولة نسبة ربح 18% فقط، وهو ما يساوي 4 تريليون دينار، فإن الحاجة لإنهاء عقود تراخيص تلك الشركات واستبدال إدارة القطاع الاتصالات بشركة محلية سيوفر أكثر من 6 تريليونات دينار سنوياً على الأقل. أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة أن عدد حوادث الحريق خلال 5 أشهر بلغت 8401، وعدد حرائق النفايات التي تشكل خطراً على حياة المواطنين بلغت 2382 حادثاً، وهو ما تسبب بخسائر مادية فادحة. ولفتت إلى أن هذه الحرائق حدثت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وسببها الرئيس هو الإهمال بشروط السلامة والأمان وتذبذب التيار الكهربائي بين مصادر الطاقة والتسليك العشوائي في المناطق السكنية والأسواق التجارية والإهمال باقتناء مطافئ ومنظومات الحريق. هذا وكانت لجان حقوقية قد اتهمت جهات خارجية بافتعال الحرائق في العراق بهدف إبقاء البلاد سوقا لمنتجات تلك الدول وخصوصا إيران. واصل النفط مكاسبه ليبلغ أعلى مستوياته في عدة سنوات، مدعوما بآفاق اقتصادية أكثر تفاؤل وتوقعات بارتفاع الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر آب المقبل 28 سنتا ليصل إلى 72.17 دولارا للبرميل الواحد، كما صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر تموز إلى نحو 70 دولارا للمرة الأولى منذ تشرين الأول عام 2018، مسجلة 69.91 دولارا للبرميل. ويتوقع محللون أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط الإمدادات في النصف الثاني، على الرغم من التيسير الخارجي لخفض المعروض من جانب منتجي أوبيك بلس. ختام الموجز بأمان الله.